السلام عليكم، معكم خالد، متضرر كما قلتي من عملية احتيال. أنا كنسميها عملية احتيال وخداع، وغنشوفوا التفاصيل ديال الواقعة والناس تحكم. مشيت لمؤسسة ديال التمريض كاينة في جليز في مراكش معروفة، قريت عن في 2017 يعني كانت بروموسيون ديال 2017-2019. أول حاجة فاش مشيت للمؤسسة على قبل الانخراط كنسول واش المؤسسة اكريديتي، يعني واش معترف بها، مؤسسة معترف بها، تسجلنا كنأدو الواجبات، كملنا فترة ديال الدراسة عامين بالتمارة ديالها بالقراية بالستاج بكل شيء. بالموازات مع ذلك مني ساليت في 2019 كنت كنقرا اللغة الألمانية على قبل أنني نمشي ناخذ فرصة ديالي باش نمشي لألمانيا، لأنه هذا المجال مطلوب تما. قريت اللغة الألمانية، وصلت للمشارف أنني ندوز الامتحان ديال اللغة الألمانية ناخذ الشهادة، مشيت ناخذ ديبلوم تا هو، كانت باقي لي شي حاجة في الخلاص، مشيت كملتها، عطوني الديبلوم ديالي. أول حاجة كنت فاجئ بطماطول، دابا يجي الأستاذ اللي يعطيك راه ما كاينش. مني وقفت على الديبلوم كيقولوا لي أصلا راه وقع فيه مشكل. شنو هذا المشكل؟ ماشي اكريديتي، الدبلوم ماشي معترف به. في الاول صرحوا انه غادي يكون معتمد والمؤسسه معتمده اصلا ومعروفه، تراجعت اللور ما خديتش الدبلوم لانه ماشي هذاك هو الاتفاق، ماشي هذاك الشيء علاش تسجلت في 2017. مباشره مشيت درت دعوه قضائيه، ملي شافوني درت دعوه قضائيه دلو به هما ديك الساعه للمحكمه. حنا باش طالبنا بالفلوس ترجع زائد تعويض، هذه هي باش طالبنا. المصلحة ديالهم هما هي ربح مادي، يشرحوا لنا علاش الدبلوم ماشي اكريديتي، علاش كاع الناس تسجلوا معايا بنفس الشروط، نفس الموسم الدراسي، نفس القسم فاش قرينا، نفس لي سيرفيس فين درنا ستاج، خداو اكريديتي. انهم كلهم مكتوب عليهم الدبلومات معتمدة، كلهم الا انت الا الدبلوم ديالي. كنت الاستثناء. علاش؟ راه كانت صدمة، وقفت كل شيء، ما بقيتش دوزت الامتحان، كنت باسبوري الله خديته، ما بقيتش كملت كاع الاجراءات باش انني ندير هذاك الدوسي باش نمشي على برا. حتى كنت خديت الموعد مع القنصليه، كانوا عطوني موعد، كان بعيد ديك الساعه ب 12 شهر باقي كنعقد، وعندي كل شيء الاثباتات كاينه في الدوسي ديال المحكمه عند الاستاذه. وكتشوف راسك انك ضيعتي 3 سنين، كان عندك واحد النظام تمشي عليه، ضاعت عامين ديال القرايه، ضاع مورها عام ديال القرايه ديال اللغه. وملي كتجي توقف على الصح كتلقى الامور، كتلقاك ضحيه ديالها. انا كيجيني ضحيه ديال ربح مادي، مؤسسه هدف ديالها ربح مادي. ملي جيت عندك في 2017 بغيت ديبلوم اكريديتي، قول لي سير فحالك، ما نقدرش نعطيوك ديبلوم اكريديتي، احنا ماشي اكريديتي، ولا واقع لنا مشكل في لاكريديتاسيون ما خديناهاش. قول لي سير فحالك ومشي نشوف مؤسسه اخرى. ولكن باش تشوف هذاك الشخص اللي جاي تشوفه انت، راه انه هذاك الشخص راه واحد 22000 درهم ولا 25000 درهم باش بيطلع الدبلوم، ما بديش تضيعه من يدك. هنا راه عندك ربح مادي، انا استغليتي هذه النقطه وانا كنسميها احتيال وخداع. تفاجئوا بزاف وهما اللي شجعوني، كانوا كيقول لي ما ديرش شي تصرف اللي هو ماشي هو هذا، كاين القضاء، سير القضاء وتبع المساله. وداك الشيء اللي كان فعلا حاولنا نحلوا المشكل حبيا، وكان هذا المشكل باش انه يتحل حبيا كان نيت اقتراح من عند الأستاذة المحامية، هي اللي قالت قبل ما نحطو الدوسي في المحكمة، قبل ما نحطو الدعوة، غادي ندير واحد التبليغ، واحد الإنذار. وفعلا درناه، وداه المفوض القضائي عندهم، وفعلا عيطوا ليا. الإنذار فيه أنه راه غادي نتوجهو للقضاء، قلنا فيه أنه غنتوجهو للقضاء، وراه هاد الإنذار بمثابة واحد الباب ديال الصلح إلا بيتحل حبي، وهو أنه يرجعوا الفلوس زائد تعويض على الضرر. واتصلوا بيا فعلا ومشيت وجلسنا، ولكن ما تفهمناش على هذا الحل. قال لك لا، خذ الدبلوم ماشي اكريديتي، وكي يعطينا شي حلول اخرى اللي هي ما مناسباش، وما اتفقناش فعلا مشينا للقضاء باش انا كنترجموا الوثائق كامله بما فيهم الدبلوم والبكالوريا والشهاده ديال اللغه، وواحد الطريق اللي كنت غادي فيها تسدات، والحمد لله راه لا اله الا الله، راه كاينين طرقان اخرى راه خديناهم الحمد لله. هذا حق وما غاديش نسكت عليه، والباب ديالكم باب باش انني نحيد هذا الظلم، وراه غادي نبقى غادي في هذا الشيء، راه من الابتدائيه للاستئناف للنقد للراي العام، وغادي نبقى غادي هكا ما غادي نسكت. الا مشى المؤسسه
معتمدة بغا ديبلوم معتمد غادي تسجل واش غنقول لهم يوقفوا على الدوسي يشوفوا واش تما، لانه ممكن يكون الدوسي ديالو في مدرسة اخرى ماشي اكريديت، يحاول ما امكن يوقف على الدبلوم ويحاول يسول ويسول الناس اللي قبل واش خداو اكريديتي، لانه راه تسول تتعيا صراحه كيبقى الاستثناء. انا عندي هذا استثناء، كاع اللي بغى دبلوم معتمد كيسول المؤسسه واش معتمد، داك الشيء كاع اللي تيديروه الناس درته، ولكن كنت الاستثناء. وهذا الشيء علاش انا طالبت باش ندير فيديو معكم ونخرج الراي العام ويعرفوا حتى هما اشنو كاين، وباش هاد المؤسسات حتى هما يزيروا شويه، لانه راه هذا راه ظلم.